بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في محاضرتنا اليوم بعنوان حقوق ذوي الإعاقة وفقا للقانون 2010 رقم 8. طبعا القانون قبل أن يصدر 2010 رقم 8 يمكن صدر في بداية السنة، كان تبع الشؤون، يعني من سنة 96 كان تبع وزارة الشؤون. بعدها أنشئ هذا القانون لإنشاء هيئة مستقلة مختصة بذوي الإعاقة من الناحية المكافآت أو المستحقات، وكذلك الخدمات والإشراف عليها والتأهيل والخدمات الطبية والاندماج في المجتمع. هذا بشكل عام عن الموضوع. لو نبدأ بداية يعني في تعريف الموضوع، ففي قاعدة تقول الحكم أو العلم بالشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن نعرف أول شيء شنو الموضوع اللي راح نتكلم عنه اللي هو ذوي الإعاقة. لأن لو نتكلم عن كلمة الإعاقة بروحها تحتمل معاني كثيرة، ولكن القانون دائما يبدأ في المادة الأولى بتوضيح المصطلحات، مثل القانون المراد اللي هو ذوي الإعاقة، مثل المجلس يعني مجلس الإدارة، مثل الخدمات الطبية، مثل اللغة المرادة في هذا القانون. نبدأ معكم في قانون ذوي الإعاقة. تعريف الشخص ذوي الإعاقة هو كل من يعاني من اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية. بمعنى الإعاقات ثلاث، إما ذهنية اللي هي عقلية أو حسية أو بدنية اللي هي بالأطراف غالبا، والحسية تأتي على الصم والبكم والمكفوفين والأمور اللي تجي بالأمور الإحساس. تكملة التعريف قد تمنعه، كل هذا قد تمنعه من تأمين مستلزماته أو مستلزمات حياته أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. هذا التعريف لو يفهم بمعناه يعرف بعدها من هو ذوي الإعاقة. طبعا ذكر اللجنة الفنية المختصة ووسيلة الاتصال اللي هي عرض اللغات وعرض النصوص، وكذلك اللغة، هذه نقطة مهمة، اللغة اللي هي تخص لغة الصم والبكم. تكلم القانون في المادة الثانية عن الأم الكويتية، وكذلك المادة الثالثة عن الأم الكويتية، هذا كله بالفصل الأول. الفصل الثاني تكلم عن الخدمات بشكل عام، مراعاة الاحتياجات الخاصة الوقائية والطبية والتربوية والاجتماعية. انقسم إلى كذا فصل، مثل ما قلنا الفصل الأول اللي هو تعريف التعريف العام والكلمات ذات صلة في القانون والخدمات، والفصل الثالث يتكلم عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا الفصل الثالث من المادة 5 للمادة 12 بتركه للزميلة الهام سيد عيدروس، هي اللي راح يعني تشرح لكم بتفصيل عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الفصل الرابع يتكلم عن التأهيل والتشغيل، تأهيلهم، المسؤول عن التأهيل. طبعا الهيئة أنشئت بهذا القانون لتهتم في الأمور المرادة من هذا القانون، مثل الخدمات كما ذكرنا، ومثل حقوقهم، المحافظة على حقوقهم وتعليمهم أو تعريفهم ما لهم وما عليهم من حقوق ومن واجبات، وكذلك التأهيل والتشغيل. يجب أن يتم تأهيلهم تأهيلا يعني بحسب ظروف كل حالة، يعني الكفيف له أمور خاصة، الصم والبكم لهم أمور خاصة، الإعاقات الذهنية لها أمور خاصة من ناحية التأهيل، والمدارس الخاصة أو المدارس التابعة لوزارة التربية. والتشغيل طبعا القانون فرض عليهم يعني على الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع النفطي أن يتم توظيفهم بنسبة 4% من كل مجموعة
من التوظيف سواء سنوي أو بالدفعة المقدمة. وفي حال عدم توظيف هذا الشخص الذي تم ترشيحه يترتب عليه عقوبة لهذه الجهة. طبعاً الهيئة تلتزم مع الجهات بتحديد هذه المهن المختلفة والشاغرة للأشخاص نفسهم، ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل. المادة 16 هذه مادة مهمة، يعني بمعنى عام تتكلم عن التنمر، إلا الهيئة تحدد الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور إساءة واستغلال الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل. يعني أحياناً يستغلون بطريقة يعني غير مناسبة. هذا من ناحية التأهيل والتشغيل. ننتقل على المزايا والإعفاءات. طبعاً جرت تعديلات على القانون سنة 2015 صار تعديل، وسنة 2016 صار تعديل، وسنة 2020 جرى أيضا تعديل على بعض المواد. فمن الأمور التي تعدلت يعني من المزايا والإعفاءات، يعني التقاعد، يحق لذوي الإعاقة التقاعد بخدمة يعني 10 سنوات للمرأة و15 سنة للرجل المعاق، والمكلف برعاية يحق له التقاعد على المعاق بالنسبة للرجل 15 سنة، وبالنسبة للمرأة بالنسبة للمرأة 15 سنة، وبالنسبة للرجل 20 سنة. هذه المزايا والإعفاءات والمخصصات المالية، ومنها يعني الأمور اللي بالدراسة وإلى سن يعني مدوها إلى سن 28 سنة، إنه يأخذ من الهيئة بعدها ينتقل إلى التأمينات أو يتوظف يعني بالوظائف سواء القطاع الخاص أو الحكومي. والإعفاءات كثيرة، منها أهم إعفاء يجب أن يعرفه كل ذوي الإعاقة اللي ورد في مادة 37، يعفى الشخص ذوي الإعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل الخدمات. بمعنى أي خدمة مقدمة من الدولة يعفى عنها ذوي الإعاقة، سواء تقرير الراتب، التوكيلات، الرسوم يعني على البطاقة المدنية، الجواز إلى آخره من الرسوم هذه، أي رسوم مقابل خدمات معفي عنها. لأن أحياناً يعني أو غالباً مو أحياناً يعني أغلب الأشخاص ذوي الإعاقة يعني يتفاجئون في بعض الجهات تفرض عليهم رسوم، وبالذات يعني للأسف وزارة العدل المفروض يعني يحثون على الشيء هذا اللي هو التوكيل، توكيل المفروض في ختم اسمه معفي. فالأمر هذا يعني إن شاء الله يتعدل مع الأيام القادمة. طبعا الفصل اللي بعده يتكلم عن الهيئة لشؤون ذوي الإعاقة، عن نشأة الهيئة وعن القرارات السياسية والإعداد والإشراف والاقتراحات والقوانين المتعلقة فيها وما يخص الهيئة. هناك مادة مهمة قبل أن ندخل، يعني هي تعتبر من الفصل التاسع والأخير اللي هو العقوبات، في مادة 65 هذه أهم مادة من الأحكام العامة. تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذوي الإعاقة كل 3 سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون. بالنسبة لهذه المراجعة المالية، القانون صدر 2010 ونحن الآن في 2022، لم تتم أي زيادة. طبعا نرجع للعقوبات، هناك عقوبات على من يتعدى على الأشخاص ذوي الإعاقة حتى الشخص المتولي الرعاية والشخص الملازم أو الوصي أو الولي بصفة طبيعية، هناك عقوبات في حال التعدي والاعتداء أو أي عنف أسري أو غير ذلك. نترك المجال الآن للأستاذة الزميلة في مركز ذوي الإعاقة الأستاذة المحامية إلهام سيد عيدروس لتقديم أو لشرح
حقوق ذوي الإعاقة بالنسبة للمادة 5 إلى المادة 12 من الفصل المراد شرحه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم حضورنا الكرام. طبعا يسعدني اليوم أني أنا ألتقي بالأشخاص ذوي الإعاقة أو أولياء أمورهم أو أصدقاء المعاقين في طبعا قسم جمعية المحامين الكويتية. ما قصرت، مشكورة. المركز الثقافي قام بإعداد هذه المحاضرات لتوعية يعني المجتمع. راح أبدأ في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا من مادة 5 إلى مادة اللي هي 12، مادة 5 تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية، كما تلتزم بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كافة المؤسسات، منها مترجم إشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين. دائما في قانون ذوي الإعاقة الحكومة ما قصرت، مشكورة، حينما يعني وضعت هذا القانون دائما اهتمت في مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين، ويعني خصصت أمور لإعانة هذا الشخص من ذوي الإعاقة حتى يستطيع أن يندمج في المجتمع ويستطيع أن يحصل على حقوقه السياسية والمدنية. مادة 2 تلتزم الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية في الدولة بما يتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة. يعني يجب أن تكون كل البرامج في الدولة والخطط في مخططات الدولة يجب أن تتضمن ما يناسب الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع الأصعدة وعلى جميع الهيئات الحكومية في الدولة، بتوفير طبعا كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الحالية والمستقبلية. يعني دائما الدولة فكرت في كيفية توفير كل الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة ويعني إدخالها في جميع خطط التنمية في الدولة. أيضا تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الوقائية والإرشادية العلاجية والتأهيلية بكافة المراكز الصحية في البلاد، وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة، منها الاهتمام في الأشخاص قبل الحمل وأثناء الحمل وبعد الولادة، أيضا تؤمن لهم، أيضا هذه مهمة، تؤمن لهم أيضا حتى العلاج في الخارج في وقت الضرورة. يعني الدولة اهتمت في المحافظة على المجتمع والحد من أسباب الإعاقة، وأيضا راعت الأشخاص ذوي الإعاقة وهي تعمل على الحد من أسباب الإعاقة بمراعاة مثلا هذه الأم الحامل أثناء الحمل وقبل الحمل وأثناءه وبعد الولادة، ومراعاة هذا الطفل حتى لا يصاب بالإعاقة. تلتزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، منها طبعا اللي هو المركز التخصصي للعلاج الطبيعي والعلاجات التي تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة. حرصت الدولة أن تكون في جميع المراكز الصحية، وهذا طبعا من المفترض أن يكون في جميع المراكز الصحية بشكل واقعي. يعني احنا نتمنى أن يكون في كل المراكز الصحية هذه الأمور التي فيها علاجات، وطبعا الأمور الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة موزعة وفق القانون، يجب أن تكون موزعة على كافة المراكز الصحية في الدولة. كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذوي الإعاقة، للشخص ذوي الإعاقة في منزله. إذا اللجنة الفنية رأت أن هذا الشخص يستحق أن تكون له رعاية خاصة في المنزل، توافق على أن تكون له رعاية خاصة في المنزل، وطبعا تطلع على هذه الفرق الفنية الصحية التي تعالج هذا الشخص المعاق في منزله. أيضا مادة 9 تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية
والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة وبالأخص لفئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الآخرين في التعلم مع مراعاة الاحتياجات الخاصة فيهم. يعني الحكومة يعني حرصت على أن يكون بطيء التعلم وصعوبات التعلم لديهم كل الأمور التي تناسبهم في الأماكن التعليمية، وحرصت على دمجهم في المجتمع ودمجهم في التعليم العام حتى يكون هذا الشخص يعني على قدم المساواة مع الآخرين في مجتمعه. وأيضا من ناحية التدريبات التيسيرية اللازمة وتوفير الكوادر الطبية وأيضا الكوادر التعليمية، وأيضا حرصت على أن تحفز هذه الكوادر التعليمية في طبعا من الناحية المادية هذه الكوادر التي تقوم بتعليم هؤلاء اللي هم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم. ويراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية بطيئي التعلم وصعوبات التعلم بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة لضمان. يعني الدولة حرصت في هذا القانون أن توفر لبطيء التعلم وصعوبات التعلم كل ما يحتاج من وسائل مرئية أو سمعية حتى يستطيع أن يندمج بالتعليم مع أقرانه من الأصحاء، حتى يندمج مع الأصحاء وفرت له كل ما يعني هذا طبعا من حقوقه أنه يوفر له كل ما يلزمه حتى يستطيع أن يتعلم ويكمل مسيرة تعليمه في المجتمع. مادة 10، تتخذ الحكومة جميع الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة من صعوبات تعلم بطيئي التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج. يعني أيضا حرصت على أنها توفر لهم مناهج خاصة طبعا تابعة لإدارة تطوير المناهج في وزارة التربية، قسم اسمه قسم اللي هو التعليم الخاص، وهو خاص لتأليف مناهج خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة سواء تعليم طبعا صعوبات التعلم أو بطيئي التعلم أو الصم أو كل الإعاقات، يجب أن توفر لها مناهج خاصة في الدولة تناسبها حتى تعين هذا المعاق للعيش بحياة أفضل وأن يندمج مع أقرانه من الأصحاء في المجتمع. وأيضا مادة 11، تلتزم الحكومة بتخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية. يعني المنح الدراسية أيضا مخصص منها للأشخاص ذوي الإعاقة، طبعا يصدر بقرار من الهيئة وفقا لنوع الإعاقة ودرجة الإعاقة. المنح الدراسية، المنح والبعثات الدراسية أيضا هي في القانون، يستحق الشخص يعني الشخص من ذوي الإعاقة الذي يريد أن يكمل تعليمه أن يحصل على بعثة دراسية ومنحة دراسية، وهذه من حقوقه. تلتزم الحكومة بتوفير مراكز تأهيل وتدريب ومراكز إعادة التأهيل. يعني أنا أؤهل المعاق، الدولة تؤهل المعاق الذي طبعا يكون منذ الولادة معاق، وتؤهل أيضا إعادة التأهيل للشخص الذي أصيب بإعاقة عند الكبر أو في أي مراحل حياته، هي تعيد تأهيله حتى يندمج في مجتمعه مع هذه الإعاقة الجديدة التي حصلت له. فالدولة طبعا تلتزم بتوفير كل ما يتناسب للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يعني يستطيعون الاندماج في المجتمع وإكمال حياتهم بطريقة صحية. أيضا توفر الورش التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة ودور الرعاية الإيوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات. من المفترض أن تكون دور الإيواء في جميع المحافظات، هذا من المفترض في القانون، أنا أتمنى أن يطبق هذا الشيء. هذا القانون يقول بأن يجب أن يكون في جميع المحافظات دور إيواء للأشخاص ذوي الإعاقة، طبعا القير الذين يعني لا يكون لهم اللي هو مكلف برعاية أو قيم عليهم، يجب أن يكون في كل محافظة دور للإيواء لهم
وتكون وتزود هذه الدور بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة، على طبعا من المفترض أن يكون خلال 8 سنوات من إقرار هذا القانون، ولكن أنا أقول إن شاء الله يعني ما رأينا من أمور إن شاء الله في تحسن للأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون كفل قانون 8/2010 في جميع يعني جميع الأشياء التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة وحرص عليها، وهي أمور إن شاء الله ستكتمل في التطبيق في الدولة بوعود طبعا النواب والوزراء، ولكن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن تطبق على أرض الواقع. يعني كان من المفترض خلال 8 سنوات من إصدار هذا القانون، الحين صار لنا 12 سنة من إصدار هذا القانون. شكرا على حسن الاستماع وما قصرتوا، ونترك المجال للأسئلة اللي عنده سؤال. نشكر الأستاذة إلهام على شرح الكافي والمفصل لحقوق ذوي الإعاقة، ونشكركم على تواجدكم، وطبعا أولا وأخيرا بعد الله سبحانه وتعالى نشكر جمعية المحامين على أعطائنا هذه الفرصة لنوضح بعض الغموض على القانون اللي هو قانون ذوي الإعاقة رقم 8/2010، ونشكر المركز الثقافي على الاهتمام والتنظيم، ونشكر الضيوف ونشكر ذوي الإعاقة وذويهم على هذا الحضور، ونختم معكم الآن.